تحذير عاجل من مشاهدة هذه الفيديوهات على تيك توك، خطر يهدد أولادك. ظاهرة غريبة لاحظها العديد من الأطباء مؤخرا بعدد من المستشفيات في مختلف أنحاء العالم، إذ رصدت إصابات الكثير من المراهقات بتشنجات لا إرادية وجسدية وحركات اهتزازية ونوبات لفظية غريبة، ما أثار الغرابة والذعر. وبعد مرور أشهر من الدراسة، اكتشف نخبة من الأطباء والخبراء وجود عامل مشترك بين تلك الفتيات، وهو منصة الفيديوهات تيك توك متلازمة توريد وعلاقتها بتيك توك. مع بحث الأطباء والمختصين حول ظهور تلك الحالات، تبين أن هؤلاء المراهقات الذي يشاهدون تيك توك بكثافة أصابهن بمتلازمة نفسية تعرف باسم متلازمة توريد، وهي عبارة عن اضطراب في الجهاز العصبي يتسبب في أداء الأشخاص لحركات وأصوات لا إرادية مثل نوبات الصراخ الغاضبة وغيرها من الأعراض الأخرى. بحسب صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، زيادة حالات الإصابة بمتلازمة التوريد، أكدت الإحصاءات أن هناك زيادة طفيفة في التشنجات اللا إرادية التي ظهرت على الأطفال والمراهقات بتضاعف بضع عشرات بعد ظهور جائحة كورونا، إذا أبلغ عن 60 مريضا يعانين من تلك التشنجات منذ مارس 2020. وبالمثل، رأى مركز جامعة جونز هوينكس أن 10% إلى 20% من مرضى الأطفال قد وصلوا بهذه الأعراض خلال العام الماضي، في حين أن العدد المعتاد قبل الوباء هو 2% إلى 3% فقط سنويا. طبيب الأعصاب دونالد يلبرت المتخصص في اضطرابات حركة الأطفال في المركز الطبي لمستشفى الأطفال في سنسياتي بولاية أوهايو الأمريكية، أنه شاهد حوالي 10 مرضى جدد مراهقين يعانون من تشنجات اللا إرادية بحلول كل شهر على مدار 18 شهرا الماضية تقريبا، في حين أنه قبل مارس 2020 كان يرى مريضا واحدا فقط كل 30 يوما. وعقب الدكتور جوزيف مجواير من جامعة جونز وينجز موضحا أن هناك بعض الأطفال الذين يتعرضون لمحتويات مختلفة على منصة الفيديوهات تيك توك، ومن ثم يقلدون بعض الحركات بشكل لا إرادي، ما يسبب في ظهور تلك الملازمة وتفشيها خلال الآونة الأخيرة. تيك توك تحذف 7 ملايين حساب للمراهقين. في يوليو الماضي، حذفت منصة تيك توك أكثر من 7 ملايين حساب مرتبطين بأطفال دون سن 13 عاما، بغرض حماية المراهقين من التعرض للمحتويات التي قد تؤثر على سلوكياتهم بالسلب. تيك توك يفرض قيودا على المراهقين. في أغسطس الماضي، فرضت منصة فيديوهات تيك توك إجراءات صارمة بشأن فئة المراهقين، إذا تم وضع قيودا لتقليل مشاهدات مقاطع الفيديو الخاصة بفئاتهم العمرية من خلال تطبيق تلك القيود على المستخدمين صغار السن ما متلازمة توريد. بحسب معرضة موقع مايو كلينك الطبي، فإن متلازمة توريد هي اضطراب يشتمل على حركات تكرارية أو أصوات غير مرغوب بها ولا يمكن السيطرة عليها بسهولة. على سبيل المثال، يمكن أن ترمش بشكل متكرر أو ترفع كتفيك أو تخرج أصوات غير اعتيادية أو كلمات مسيئة، وتظهر تلك التشنجات والحركات اللا إرادية بين عمر العامين حتى 15 عاما، أي تصيب فئتي الأطفال والمراهقين.